اخبار النادي الاهلي معانا خبرين عشان كره اليد هي والحيز الاكبر. كمان الكاميرا كاميرا الاهلي وصلت المطار النهارده، استقبلت الفرقه واستقبلت منتخب مصر وخدوا حديث كبير جدا في الطريق جاي الحديث، وهنعرضه برضو ان شاء الله باذن الله معاكم على الهواء النهارده. الاهلي نرجع للاهلي، والاهلي بيهزم نادي الصيد في سوبر سيدات السله، بيفوز نادي الاهلي 71-59. مباراه للفريق ده اكيد بيمرره كابتن علي هاشم، وبيدربوا ونادي الصيد بيدربوا الدكتور محمد حامد. هنلعب بكره مع سبورتنج. خلينا نروح لتقرير عن مباراه الاهلي والصيد وترجعوا لنا مره ثانيه. والله احنا عملنا الكوارترين الاولانيين جود جوب، الكوارتر الثالث والرابع انا مش راضي تماما. يعني كان سكور اول كوارترين كان 30 بونت بقى، فاللعيبه حست اللي هي يعني خلاص الجيم خلص. وقلنا لهم انا الفرق اللي هي بتلعب بدون هدف دي بتبقى مشكله، هنعالج الاخطاء بتاع الكوارتر الثالث والرابع. عندنا جيم مهم جدا يوم الثلاث هنا في ملعبنا مع سبورتنج قبل التوقف، فان شاء الله باذن الله نلحق نعالج الثلاث ايام الجايين دول اللي حصل في الثلاث والرابع. يعني هو طالما في اخطاء فلازم نقول، يعني مش هنخبي، يعني هم كمان الفرقه زعلانه من نفسها، الجيم 30 بونت يخلص 12 بونت في الاخر. يعني لا يعني في ويكنس معين حصل ما مش راضيين عنه طبعا. بس انا بحيي اللعيبه الثلاث لعيبه بتوع ال 18 سنه النهارده، عملوا فيري جود جوب، ايه الفقي وحبيبه وسلمى موفق. يعني لا مبسوط منهم جدا، مع اول ماتش رسمي مع الدرجه الاولى ومش خايفين ودفعوا وشاطوا، ودي حاجه كويسه. طب هم ثلاث لعيبه بروميسنج طبعا، لو مش بروميسنج ما كناش خدناهم الدرجه الاولى. ثلاث لعيبه بروميسنج وثلاث لعيبه بروميسنج في منتخب مصر بتاع 18 سنه اللي هيلعب بطوله افريقيا هنا، ان شاء الله يبقوا مستقبل النادي باذن الله. يعني بنحاول ندخلهم ستيب باي ستيب كده لحد طبعا لما يبقوا نجوم طبعا في النادي الاهلي. ما اتكلمناش معاهم كتير، احنا قلنا لهم بس العبوا لعبكم اللي احنا متعودين عليه في التمرين، ما تخافوش اغلطوا ما فيش مشكله، الناس كلها بتغلط والحمد لله غلطاتهم قليله النهارده الحمد لله. هم جايين ما فيش هدف خلاص، بيلعبوا النادي الاهلي فرقه كبيره طبعا وبطل الدوري وبطل كاس والمرتبط، فهم جايين مسلمين فبيلعبوا مش خايف ومش همه. زي ما انت شفت يعني الجيم 30 بونت 12 بونت في الاخر، يعني انا متضايق النهارده. الجيم الجاي ان شاء الله باذن الله عندنا سبورتنج قبل التوقف، ان سبورتنج رايح بطوله الشارقه، ماتش يوم الثلاث الساعه 6 ان شاء الله. تشغيله ماشيه في فتره التاهيل كويس قوي، هتبدا تنزل من بكره ان شاء الله. هنحدد لو كنا هنحطها ماتش سبورتنج او لا، لسه ما تحددش. يعني اتمنى انها تبقى كويسه قبل جيم سبورتنج ان شاء الله. طبعا كيو لعيبه كبيره ولعيبه من الاجانب المميزه اللي جت مصر طبعا، وظهرت طبعا بمستوى طيب، وهتفرق طبعا معانا مع المجموعه اللي موجوده. طبعا هي لعيبه بروميسنج، انا على طول بتكلم معاها وبتاع، وخدي وقتك ومش مستعجلين وما فيش مشكله. يعني هي بتيجي، انا عايز اقول لك بتيجي من يعني بتشتغل ثلاث مرات في اليوم، بتشتغل ثلاث مرات في اليوم الصبح والظهر وبالليل، فهي فعلا يعني عايزه كمان. يعني وبقول لك من اللعيبه الاجانب الاهلاويه بجد يعني، فان شاء الله خير باذن الله. الجيم الجاي ان شاء الله تبقى معانا باذن الله، اتمنى اللي تبقى معانا باذن الله الجيم الجاي. الحمد لله مباراه النهارده يعني الحمد لله كانت مش من اجمد المباريات اللي هتبقى عندنا في الدوري، بس الحمد لله عدت كويس. احنا بس عندنا في المحترفه بتاعتنا مصابه، بس ان شاء الله هتنضم لينا قريب، بس الحمد لله يعني احنا كنا قدها النهارده والماتش عدى بسهوله. دلوقتي احنا بنلعب دوري التمهيدي في الدوري العام، هنقف بعد الماتش الجاي اللي هو يوم الاثنين مع سبورتنج، وبعد كده هنكمل كاس ومنطقه، وبعدين نرجع نكمل الدوري تاني. الحمد لله احنا فزنا بالدوري، دي مثلا المره الخامسه او السادسه على التوالي، ان شاء الله نكمل على كده، وان شاء الله يبقى السنه دي المره الثالثه الدوري على التوالي والمره الرابعه كاس في ثلاث سنين. كابتن علي قال لنا ان احنا عملنا جود جيم، وبكره ان شاء الله عندنا راحه يعني نريح علشان عندنا مباراه قويه يوم الاثنين. طبعا هو احنا يعني بنحاول نحافظ دايما على مستوانا، وان احنا بناخد كل ماتش بماتشه، وبنحاول ان احنا ما نلعبش قد الفريق، لا احنا بنحاول ان احنا على طول نفضل في مستوانا. الفتره اللي جايه هتبقى اصعب طبعا، لان عدى بطوله واحده لسه ناقص بطولتين غير القاهره غير القاهره، فطبعا اللي جاي لسه اصعب، وكمان لسه جاي ماتشات كتير صعبه ورا بعض، فيعني لازم نستعد لها احسن من دوري مرتبط كمان. الاهلي طبعا مبروك، ناس النهارده كانت يعني في مستواها كويس،
وكده، وان احنا لازم نفضل زي ما احنا ونستعد بقى تاني لماتش سبورتنج ان شاء الله. فريق السد فرقه كويسه قوي، واحنا كان لازم نشتغل على الديفنس عشان هي فرقه سريعه كمان، فنشتغل على سرعتهم ان احنا نوقفهم ونعمل ديفنس كويس. ان شاء الله نبقى في فوز مستمر ونحقق الفوز في المباراه الجايه. طبعا نتمنى لشكيله الشفاء العاجل عشان هي محترفه كويسه قوي وهتفيدنا جدا. طبعا دي بالنسبه لي فرصه كبيره قوي وشرف ليا قوي ان انا ابقى بتمرن معاهم وانزل الماتش النهارده، والحمد لله على المكسب. ان شاء الله الماتشات الجايه برده هنكسبها كلها. هو اكتر حاجه بتخليني نلعب لما نحس ان هو عنده ثقه فينا ومدينا الثقه دي، مش بيحسسها فرق ما بيننا وما بين اللعيبه اللي في الفيرست تيم، فعشان كده بننزل وبنعمل كل حاجه عندنا. يعني الايام دي بنتمرن جامد قوي فيتنس وباسكت، وعشان مش عايزين نخسر ولا ماتش في البطولتين الجايين. ما شاء الله سيدات السله ما شاء الله عليهم، نتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه. عندهم العزيمه قويه جدا، ان شاء الله الاصرار عشان الحفاظ على مكتسبات كل البطولات في السنه اللي فاتت.